هنالك شق آخر لا يقل أهمية في وسائل الإعلام التي يتعرض لها أطفالنا وخصوصا تقنيات الإعلام الجديد. انضم إلينا الآن الدكتور عمران سالم خبير أمن المعلومات والاتصال الرقمي. دكتور عمران سالم، أسألك وأنت خبير في مجال الإعلام الرقمي والإعلام الجديد وتقنياته المختلفة عبر الإنترنت، هل الأهل عموما يراقبون ما يشاهده أطفالهم عبر هذه التقنيات الحديثة التي أحيانا لا يحسنون هم استخدامها؟ وهل لهم ذلك إن أرادوا أن يراقبوا ما يشاهده أطفالهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكركم على فتح مثل هذا الملف أخي عدنان، ملف ذو أهمية كبيرة أنا بعتبر في عصرنا الحالي. الشكوى من مواقع التواصل الاجتماعي ليست شكوى عربية أو إسلامية، هي في كل المجتمعات الآن من شرق العالم إلى غربه، يشتكي الناس والآباء من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على أخلاق وسلوكيات الأطفال. حقيقة أنا من رأيي الشخصي ومن تجربتي والمحاضرات اللي بعملها للطلبة، أعتقد هناك في فجوة كبيرة، فجوة تقنية بين الآباء وبين الأطفال، في فجوة ثقة. أحيانا ثقة الآباء بأطفالهم، بحكي لك أنا أثق في ابني، ما في داعي أني أتابعه، ابني يحفظ القرآن، ابني بروح على دروس، ابني هذا الكلام كله أنا لا أؤمن به أبدا. حقيقة لازم يكون في متابعة، لازم يكون الفجوة تكون بين الآباء والأبناء تكون قليلة جدا وقريبة جدا، التواصل دائم، لازم يكون في ضبط. الآن الغرب أخي، وهو الذي دائما يتكلم عن الحرية، حرية الطفل وخصوصية الطفل، الآن بدأوا يتنازل عن هذه الآراء. الآن في برامج كثيرة، الآن في برامج توعوية إنه لا، الطفل لازم يراقب، لازم نعرف إيش تحركاته على الإنترنت، مع مين بيتكلم، مين أصدقائه، مين أصحابه. الأطفال أخي اللي على الإنترنت الآن يتعرضوا إلى ابتزاز إلكتروني، يعني عوضا عن الأخلاقيات السيئة اللي بيتعرضوا لها، في جانب آخر كثير من الآباء لا يعرف عنه شيء، اللي هي الجرائم الإلكترونية اللي بيتعرضونها الأطفال. تصديق لكلامك دكتور عمران، أنا قرأت عن إحصائية أن 1 من كل 5 أطفال يستخدموا الإنترنت تلقوا طلبات جنسية من أشخاص غرباء، و1 من كل 17 مستخدم للإنترنت كبير وصغير تعرض للتهديد أو نوع آخر من المضايقات. هل نحن نعي ما يحدث في هذا العالم الافتراضي، وهل نفقه كيف يتعامل أبناؤنا معه؟ أخي لا نفقه أبدا، كثير من الأباء للأسف لا يعرف هذا أبدا. عندما نقوم بعمل محاضرات وورشات عمل حول هذا الموضوع تجد صدمة على الوجوه من الإحصائية العالمية، وأنا لا أتحدث عن إحصائيات على 10 و20 شخص، لكن إحصائيات تقوم بها دول مؤسسات غربية كبيرة على مستوى جامعات ومؤسسات عمل غير حكومية تقوم بعمل دراسات على الأطفال. هناك أرقام مذهلة في بولندا، قرأت عن دراسة في ألمانيا، في أمريكا، في بريطانيا، جعلت المسؤولين عن الإنترنت يضعوا وحتى التعليم الإلكتروني يضعوا خطوط حمراء حول التعليم الإلكتروني، خطوط حمراء حول استخدام الإنترنت، حتى عملية استخدام الطفل للإنترنت والتكنولوجيا صار في قوانين أخي في كل العالم. الآن بدأ يتحدث في هذا الموضوع، لأن الموضوع الآن ما زال تحت السيطرة، لكن بعد فترة قد نفقد هذه السيطرة على الأطفال. نعم. طيب في هذا السياق، ما هي أبرز المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها أطفالنا عبر هذه الوسائل، وكيف لنا أن نتعامل معها؟ والله أخي الكريم، الأخطار يعني كثير من الناس يظن أنها أخطار أخلاقية فقط أو مواقع جنسية، لكن هذا جزء بسيط. أنا بعتبره هناك أخطار فكرية على عقل الطفل وعلى المعلومات اللي بتخذها. إحنا بنقرأ كثير من المعلومات يوميا، يمكن 50% من هذه المعلومات خاطئة. الطفل يكون عنده هناك بالأخير حصيلة علمية خاطئة أو مشوهة، سواء في دينه أو عقيدته أو في علميا حتى. الجانب الآخر الجانب الصحي، الإدمان اللي أصاب كثير من الأولاد في هذه الأيام يؤثر سلبا على سلوكهم وعلى نومهم، على دراستهم في الأخير، على عقلهم وتفكيرهم، على تحصيلهم العلمي. هذا التأثير كثير من الأباء ما يعرفه. كثير من الأولاد أخي الآن التلفزيون أصبح أو الإنترنت أصبحت في حجرة النوم تحت الغطاء. هذا الكلام أنا لا أخجل من الحديث فيه. صار الطفل الآن يحضر أفلام مع سرعات الانترنت السريعة الآن، الفور جي وعلى الموبايلات وعلى الأجهزة الشخصية وعلى الخلوي على الآيباد، أصبح الطفل الآن يأخذ جهازه على غرفة النوم يتحدث وهو تحت إحرام مثلا، بحضر أفلام. والأباء بحكي أنا بثق في ابني، ممكن الابن يحكي أنا بلعب لعبة، لكن اللعبة أحيانا تقوده إلى موقع إباحي. عرفت الفكرة كيف أخي عدنان؟ نعم. إحصائيات بتحكي أن الأطفال أخي 70% من الأولاد اللي يدخلوا مواقع إباحية ما بيدخلوا بإرادتهم،
لا يبحثوا عنها، هم بيدخلوا عن طريق لينك إجاء عن طريق إيميل أو إجاء عن طريق دعوة أو إجاء عن طريق إعلان، فدخل بالأخير وبدأ يغوص في هذا العالم. طب السؤال برأيك، هل نمنع أولادنا؟ يعني الآن إحنا الوقت الناس يشاهدوننا الآن، أنا يعني قد أسمع حديثك أقول لك يا أخي أحسن حل أريح راسي أكسر هالتلفزيون وأمنع هالتكنولوجيا وألغي اشتراك هالإنترنت وأسحب هالموبايلات من الأولاد، هل تنتهي المشكلة بهذه الطريقة؟ لن تنتهي أخي، الإنترنت متاحة في كل مكان، أنا أصبحت الإنترنت تقريبا مجانا أو شبه مجانا، أبنائنا إذا ما حصل إنترنت أخي بحصلوها في الخارج يعني بنص دولار. ما هو الأفضل؟ ما هو الأفضل؟ أخي أفضل شيء اللي هي الرقابة، لازم يكون في رقابة، لازم يكون في قرب، لازم يكون في ضبط للوقت أيضا. يعني أنا كثير أخي بركز على بقى. لازم الأولاد أخي زي ما حكت الأخت تسنيم في المداخلة اللي قبل قليل، حقيقة كلامها كان قيم جدا، وهذا الكلام اللي يمكن أكثر التربويين بيتكلموا فيه، إنه نزاحم أوقات أولادنا بأفعال أخرى. يعني لازم أبعث ابني على نادي كاراتيه، لازم أحطه في مركز تعليم أو تدريبي، في دورة الخط، في دورة تنسيق صهور لبنتي مثلا، أشغل وقته في أندية المدرسة مثلا، لذلك مسؤولية المدارس الآن لازم تلاقي أنشطة بديلة للطلبة، لازم وقت الطالب يكون إحنا مشغول بين دراسة بين مراكز، ويكون وقت قليل جدا حتى يجد فيه فراغ للإنترنت. لذلك الأمر أخي مسؤولية الجميع، دائما أنا أتكلم الحماية مسؤولية الجميع. طيب معلومات مسؤولية الجميع مقولة عالمية. الآن لما نوفر هذه الأجهزة في البيت، وهذه الأجهزة الذكية والطلاب والأولاد يتطلبونها في دراستهم وفي أبحاثهم وإلى آخره، كيف لنا أن نراقبهم؟ أنا إذا أعطيت مثلا ابني هاتف جوال، هل أستطيع أن أراقبه؟ أنا أعرف أن هنالك شيء مثلا اسمه الدخول العائلي، أو أنه الأب يستطيع أن يدخل معلومات الحساب الشخصي لطفله على الهاتف، فيستطيع هو أن يدخل على هاتف ابنه متى شاء. هل هذه أمور يعني ممكنة متاحة في عالم التقنية؟ واردة جدا، في برامج مثل نورتن فاميلي موجودة على جوجل درايف، على جوجل بلاي، وفي أيضا برامج أخرى كثيرة على هذا المنوال يجعل الأب يتابع أولاده بشكل أو بآخر، في برامج أخرى توضع على الأجهزة. لكن أنا حقيقة أعارض قضية الجسد على الطفل، ممكن متابع لكن الطفل مش على حاله أنه حد يجسد عليه، ممكن أنه يسلك مسلك آخر. لكن أنا مثلا من الأمور اللي بوصل فيها وعندي في البيت مثلا أطبقها، أنه مثلا ما في شيء على باسورد، لا أنا جهازي ولا جهاز زوجتي ولا جهاز أولادي، كل الأجهزة مفتوحة لازم تكون، بحيث أنه وقت نوم الطفل أنا بمسك جهازه بتصفحه، بشوف إيش محادثاته، إيش الشغلات اللي عملها داونلود مثلا، إيش المواقع اللي دارها. لازم برضو زي ما تفضلت أخي، لازم الأب يكون عنده ثقافة تكنولوجية ولو بنسبة بسيطة، بحيث أنه يعرف يتابع الولد ويقرأ إيش اللي بيعمل ابنه على الإنترنت. هناك برامج طبعا احنا بنعطيها في ورشات العمل تجعل الاب يعني يتابع ابنه عن بعد، احيانا في برامج تجسسيه ممكن نحطها كمان ونعرف كل تفاصيل الولد وحياته يعني ايش بيعمل. لكن انا حقيقه ما ارغب في هذا، ارغب في الرقابه الذاتيه نطرحها فيهم بالاضافه للمتابعه اليوميه. نعم، كيف لنا ان نعزز الرقابه الذاتيه عند اولادنا وبناتنا وهم في هذه المراحل العمريه احيانا لا يسمعون منا؟ بل اطلعت على دراسه مثلا هنا في بريطانيا يقول لك الآباء والأمهات والأطفال عملوا دراسة فوجدوا أن الأطفال يثقون بجوجل، 22% من الأطفال يثقون بمحرك البحث جوجل أكثر ما يثقون بآبائهم، ولذلك يقصدون جوجل لسؤاله أكثر ما يقصدون آباءهم أو أمهاتهم. نعم أسمعك دكتور، كنت تسمع سؤالي؟ نعم أقول أطفال يثقون بجوجل أكثر ما يثقون بآبائهم وأمهاتهم. حقيقة قضية الثقة هاي قضية تربوية، يمكن ما تيجي في أمن المعلومات، يمكن بدها واحد تربوي يتكلم فيها، لكن أنا أعتقد إنه قضية الثقة بين الطفل ووالديه أعتقد هي شغلة عمرية، من لما يكون الطفل في لسه في سن صغيرة أعتقد هي تزرع في هذا الطفل، لكن ليس على كبر. يعني مش أنا أترك ابني عفوا لما يصير عمره 15 سنة وبعدين أصير أعمل معه علاقة وأنا سايبه 15 سنة ما بعرف عنه شيء. لذلك الآن أخي حتى في الغرب يحكي لك الطفل خلق قريب منهم سن 4 سنوات 3 سنوات، من هذا السن ابدأ راقب فيه وابدأ ازرع في القيم وعلمه الصح. في نقطة أخي عدنان بس قبل ما أنسى ضروري جدا، اللي هي قضية أنه الأولاد أخي لما تيجي تسمعهم وتعطيهم فكرة عن الجرائم الإلكترونية اللي تعرضوها والابتزاز الإلكتروني والمخاطر، صدقني أخي في كثير من المحاضرات
تجد انه في اقبال على التغيير من قبل الاطفال، تجد ان الطفل تغير، بس هو بده حد يعطيه المعلومه الصح ويوجهه صح. حتى المدارس الامريكيه اللي كنت تعمل فيها محاضره تجد الطلاب يغيروا رايهم. طب ما هي ابرز المعلومات اللي ممكن ان نزود بها الاباء الان باختصار ليقولوها لابنائهم من باب تحذيرهم، انه يا بابا دير بالك ترى في جرائم الكترونيه، في ارقام تقول كذا وكذا، ما هي ابرز المعلومات؟ ابرز المعلومات انه قضيه الفيسبوك على سبيل المثال، الفيسبوك ما في عليه ضوابط، يعني اي بروفايل على فيسبوك هو محتمل بنسبه 50% انه يكون بروفايل مزور، حساب مزور. وانه هذا اللي خلفه هو انسان يريد ان يقوم بعمل جريمه الكترونيه من ابتزاز الكتروني او سحب صورك او الدخول الى عالمك الخاص واخذ معلوماتك من اجل هدف اخر. هذه نقطه مهمه. نعم. النقطه الثانيه النقطة الثانية، الكثير من الحرامية الآن أو الناس اللي بيقوم بعمليات سرقة بتعرف على الأطفال الإنترنت حتى يعرف الوضع الاجتماعي للطفل وبيته ومتى بيخرج ومتى بيجي أهله حتى يقوم بعملية السرقة أو سرقة الطفل نفسه ممكن. فعملية الصداقة مع غرباء على الفيسبوك ممنوعة؟ طبعا جدا جدا، لأنه هذا الغريب أنا ما بعرفه، احتمال أن ينتحل شخصية، وزي ما حكينا الفيسبوك ما له أي ضابط، ممكن حتى انه يتقمص شخصيه انسان مشهور مثلا او دكتور او انه حامل شهاده دكتوراه في التخصص الفلاني. يعني كثير من الاباء الاطفال عفوا البنات بيقعوا في هذا الشرك مثلا، انه بيدخل على الانترنت يستشير علميا في مساله طبيه هو يخجل منها، فبيصير يبحث عن اطباء في الانترنت يجد فايلات مزوره لاطباء هم عاملين فايلات مزوره حتى يعملوا محادثات مع بنات. نعم. تخيل لوين وصلت الامور. فبدك تثبت لهم انه هذا البروفايلات هاي تقريبا 50% مزوره، بدك تكون معه انت دائما، تكون بجنبه. انا حقيقه كثير احيانا بدخل على حوارات مع اولادي، واحيانا بدخل على اجهزتهم بوجودهم اشوف ايش اللي بيعملوه، وبصير نتناقش يعني في هذا الامر. نعم، اشكرك جدا على هذه التوضيحات، خبير امن المعلومات والاتصال الرقمي الدكتور عمران سالم، شكرا جزيلا لك.